قلتني كثير. انا اكثر. يلا امي ليش ما قلتي لي انك جاي؟ انت اجيتي؟ اجيت امبارح. وليش ما خبرتيني؟ مشان اتصبح ويا المس الحلو. وافقت. صغيري وينو حسام؟ حسام اليوم داوم مشان كمان ياخذ اجازه لنطلع على بيروت. كنت تكملوا شهر العسل ببيروت يعني؟ واو خلصت. بتشي تشبهني كثير كافي. لحظه راجعين على بيروت؟ يعني ما حتحضر افتتاح المعرض تبعي؟ لا حبيبتي مسافرين بعد اول يوم من الافتتاح. والست زينه امتى مشرفه؟ بعد بكره. اي منيح. واهلي رح يجوا كمان يحضروا. عن جد عم تحكي؟ لك اي منيح بينبسطوا كثير. مدام ركزي معي شوي بدي اسالك سؤال كثير مهم. احكي لنا عن الحياه الزوجيه. اها بتعرفي جوري احلى شعور بالعالم انك تكوني قاعده ببيت مع شخص كثير بتحبيه لحالكم وكانك عم ترقصي وتغني على ايقاع السعاده. العمى يعني عن جد هالقد؟ هالتوصيف مختصر ان شاء الله بتعيشي يا جوري. يلا هانت. يعني في حدا شو عم تخبي علي؟ قولي. ما عم خبي بس كل شيء بوقته حلو. من عندكم ومن الضيعة؟ من هون ومن الشام؟ إذا لا من هون ولا من هون، من وين لك؟ من بيروت خيتي. عن جد عم تحكي؟ مين أنا بعرفه؟ هلا بكير كثير. لسه كم يوم وإن شاء الله الكل بيعرفه. إن شاء الله ألف مبروك. الله يقدم لك اللي فيه الخير يا رب. يا رب. حبيبتي بنبسط لك من كل قلبي. بعرف. ليكي حلقي طقطق ما عاد فيني احكي، خلينا نعمل شي شغله سخنه. سوري بس مطبخكم وين؟ شحه من هون تقبريني. اوكي يلا.